السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم يعني تمر ذكرى مرور عام على إنجاز النصر الكبير على عصابات داعش تحرير محافظة نينوى ومدينة الموصل. نتجول أنا والإخوان من وزارة الدفاع من البرية لنشوف وضع أهلنا بعد مرور سنة عليهم من التحرير. الحمد لله يعني الموصل يوم بعد يوم أفضل وأحسن وتتقدم أكثر. الموصل زاهية وتزهو بأهلها. إن شاء الله كنا نتعاون في سبيل إعادة بناها. أتمنى يا رب كل عام يمر على أهلنا بالموصل وهم بكل خير وبكل تقدم. أتمنى أشوف الموصل وقد أعيد بناها وأهلها يعيشون بأفضل حالة. أتمنى أشوف الموصل تعود عروس العراق. إن شاء الله يعني من خلال تجوالنا الناس كلها فرحانة والأمور جيدة. ورغم أنه إحنا الآن في ساعة الذروة بالظهيرة لكن الحمد لله أيضا الجو زين بالموصل أفضل من كثير من المحافظات العراقية. مرة أخرى هنيئا من أعماق قلبي نيابة عن كل القوات الأمنية لأهلنا بمناسبة مرور عام على النصر الكبير والعظيم على عصابات داعش وتخليص أهلنا من براثن داعش الإرهابي. اليوم احنا في جولة تفقدية بمناسبة يوم النصر العظيم اللي تحقق على عصابات داعش الإرهابية. نسمع من المواطنين نشوف فرحتهم بهذا اليوم. الحقيقة احنا يعني اتفاجئنا بتعاون المواطن المنقطع النظير معانا، حب المواطن للقوات الأمنية. اليوم اعتقد هو يوم نصر عظيم تحقق بفضل السواعد وبفضل ابطالنا من العراق من كافة الأطياف. اليوم كما تلاحظون نحن الآن في الأسواق نتجول،
نعايش الناس ونكون مع الناس. بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أقدم شكري وتقديري إلى كل من أسهم بصنع هذا النصر. أهيب بمواطنين من خلال قناة الموصلية الكرام بأن يتعاونوا مع القوات الأمنية. المحافظة الآن بحاجة ماسة إلى أن تنهض من جديد، إعادة الخدمات، إعادة الحياة الطبيعية، والحمد لله والشكر يوم بعد يوم بدنا نشوف تقدم وتطور أحسن. لا الحمد لله والشكر، يعني اليوم حقيقة أنا فرحتي فرحتين. الفرحة الأولى أنه هو يوم النصر، ذكرى النصر والذكرى السنوية لتحرير مدينة الموصل، وأيضا دباوع المواطن يعني في منطقة الجامعة، وأيضا الآن إحنا في سوق النبي يونس. الحمد لله والشكر، الحياة الطبيعية، التسوق، التبضع، حركة المواطنين، الأمن، الأمان. المواطنين اللي التقيت بهم وسألتهم عن تعامل القوات الأمنية، فكان الكل مرحب بالتعامل اللي تقوم به القوات الأمنية، وحقيقة كلهم يحبون القطاعات العسكرية اللي موجودة هنا. هذا دليل على أنه إحنا النصر ما تحقق بسهولة، حققناه بتضافر الجهود، جسور الثقة التي مدت مع المواطنين. أيضا النصر تحقق بدماء الشهداء، أعطينا شهداء سواء من القطاعات العسكرية المشتركة أو من المواطنين الأبرياء اللي راحوا من بطش أصابات داعش الإرهابي. فنتمنى كل الأمن والأمان، وأن تزهو مدينة الموصل العزيزة، مدينة الشعراء، اللي أنا حقيقة كلش أحب مدينة الموصل، يعني مو مجاملة لكن أحب مدينة الموصل. ما أحس نفسي غريب من أجي من بغداد أو عايش، لأن أشد فترة طويلة هنا وأعرف هذه المدينة وأصل هاي المدينة. فكل الحب والاحترام لأهل الموصل وشعب الموصل ولأهلنا في مدينة الموصل، ويا رب الأمن والأمان والازدهار لمدينة الموصل. العمليات العسكرية التي حدثت قبل يوم في غرب محافظة قينو تحديدا، هذا شوف عمليات تفتيش مداهمة وإلقاء قبض. احنا نعمل بعد عملية التحرير وتحقيق النصر، نعمل على متابعة ما تبقى من بعض الخلايا أو من يحاول العبث بالأمن والنظام وسلامة المواطن لهذه المناطق الصحراوية، سواء غرب محافظة نينوى وقيادة عمليات الجزيرة، كذلك في مناطق سلاسل الجبلية. شوف أنه عندنا عمليات مستمرة لمتابعة وملاحقة ما تبقى من هذه الخلايا، الغرض منه هو إنهائها وإنهاء تواجدها بشكل تام.